نعم، أنا بينت قبل قليل أن المراد بالإخلاص نفي الشرك أو التشريك، فأما نفي الشرك فهو الرياء والتسميع، وأما التشريك فألا يعني يأخذ على العبادة أجرا، هذا هو كمال الإخلاص. والإخلاص قد يكون ناقصا وقد يكون تاما، وأكمل الناس إخلاصا أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. وإذاك يقول فضيل بن عياض كما نقل ذلك عنه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص، قال إخلاصنا يحتاج إلى إخلاص، فكل شخص يعني يحتاج إلى أن يراجع نفسه وإلى أن يجاهد قلبه وأن يتهم نفسه، بشرط أن لا يصل مرحلة الوسواس. مرحلة الوسواس هذه مرحلة خطيرة وضارة وبعيدة تماما عن الشرع. وإذاك يقول إن من ترك، من فعل العبادة لأجل الناس فهو رياء، ومن تركها لأجل الناس خشية أن ينظروا إليه فهو نقص في عقله، شرك ونقص في عقله معه. إذا المقصود أن الإنسان فقط يراجع قلبه ولا يترك العمل مطلقا، وإنما يراجع قلبه، فقط مراجعة القلب. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فقوله إنما الأعمال بالنيات يعني هذا من حيث الصحة والفساد، ولكل امرئ ما نوى من حيث الإثابة. إذ النية نوعان، نية يتعلق بها صحة العبادة ونية يتعلق بها الثواب، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ إن المرأة يصلي وليس له من صلاته إلا عشرها، تسعها، سدسها، خمسها، إلى أن قال نصفها. فالناس يختلفون من حيث الأجر باعتبار الإخلاص. وكيف تحقق المرأة الإخلاص؟ أولا بسؤال الله عز وجل، كما سبق معنا في حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة إذا وقع في الشرك الأصغر وهو الرياء فيكون دارئا لشركه، أي يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. الأمر الثاني أن المرء دائما يحرص على عبادات السر، يعني أي عبادة قد تقول قد دخلني فيها شك، إذا افعل مثلها في السر. الصلاة، من شك أن صلاته في المسجد لأجل الناس يصلي في بيته، لا تجعلوا بيوتكم قبورا فصلي في بيتك. الصدقة، الأصل أنها سر، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، فذكر ثلاث أمور كما عند ابن ماجه، ومنها ومن أدى زكاة ماله فلم يخرج المريضة ولا ذات الشرط. فالزكاة والصدقات الأصل أنها سر لا يقبل عليها أحد، لكن إن أخرج المرء بعضها علانية، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إن أخرجتها علانية وظننت أنه قد قصد بها غير كمال الإخلاص لله عز وجل فأخرج مثلها أو بعضا منها في السر، فحينئذ يكون هذا علامة الإخلاص. ولذلك قلت قبل قليل إن معلم القرآن يحرص على أن يعلم في السر. إيش معنى في السر؟ يعني دائما يأخذ عليه أجرة، يجعل له ساعات إضافية، يجعل له تطوعا في المساء، يجعل له تطوعا في وقت آخر، يحرص على الأمور التطوعية التي تكون يرجى بها مع الله عز وجل. من أعظم الأمور التي تتعلق بالإخلاص أن المرء دائما يكل أمره لله سبحانه وتعالى بتذكر أخبار المخلصين والقراءة فيها. ومن أجل الكتب التي عنيت بالإخلاص هو كتاب ابن أبي الدنيا، ذكرته قبل قليل، كتاب الإخلاص لابن الدنيا، وللشيخ تقي الدين رسالة جميلة جدا تتعلق في هذا الموضوع، سماها التحفة العراقية في أفعال القلوب. لا تنسوا إعجاب والاشتراك في قناتنا.